الآن معنا من القاهرة محمد صلاح الزهار الكاتب الصحفي. أستاذ صلاح، أهلا بك على شاشة القاهرة. أبرز الدلالات والرسائل التي تحملها زيارة جوتيرش هذه المرة. نعم، دعينا نؤكد ونلخص أن هذه الزيارة ربما تؤدي أو يشتم منها أو يستنتج منها عدة رسائل واضحة جدا. الرسالة الأولى هي التأكيد من جانب هذا المسؤول الأممي الكبير على أن الدور المصري في دعم الجهود الإنسانية قائم ومستمر رغم الصعوبات الإسرائيلية والممارسات الإجرامية الوحشية. الأمر الثاني، وهذا الأمر له يعني بمثابة ردود على كثير من المشككين طوال الأشهر الماضية في الدور المصري بما فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي ادعت أمام المحكمة الجنائية الدولية أن مصر التي تغلق معبر رفح. الأمر الثاني الذي يعني يتم استنباطه من هذه الزيارة للمسؤول الأممي الكبير هو أن التأكيد من جديد على الممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الرجل ربما يتحسب في عباراته، ولكن لنا أن نرى ما في داخل هذه الرسائل من مدلولات. الرجل يقول أنه لا يجب أن يعاقب الشعب الفلسطيني بكامله. هذه الرسالة أو هذا القول يحوي أو يلخص موقفا يدل على الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. الرجل يقول أيضا وقال في المؤتمر الصحفي أن الشعب أو أن غزة تبتلفها المجاعة من كل الاتجاهات. هذا الأمر يعني أن هناك سلطة احتلال تقوم بعملية الضغط أو عمليات منع الأغذية والمساعدات الطبية لمزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة ومزيد من إحداث المرضى أو إصابة المرضى أو يعني زيادة الإصابات التي يعاني منها المرضى. وإضافة كل هذا إلى جانب أن هناك ممارسات للجيش الاحتلال التي دفعت بالشهداء إلى أكثر من 31,000 وعدد المصابين تجاوز أكثر من 72,000 بما يقول أن هناك ما يقرب من 100,000 شهيد ومصاب في هذه الحرب الغاشمة التي تمارسها والتي ترتكبها. نعم. وسط الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم الأمريكيين واضح وبدعم بعض دول أوروبا. طيب أستاذ صلاح، أيضا لاحظنا خلال هذا المؤتمر الصحفي، هو عقد مؤتمرين صحفيين في حقيقة الأمر، ولا أعرف إن كان لهذا دلالة أيضا أستاذ صلاح وحضرتك أستاذ في الإعلام، أيضا دلالة اللغة المستخدمة في التضامن مع الأونروا وتوقيت هذه الزيارة والذي ربما يتزامن بشكل أو بآخر مع منع مفوض الأونروا المفوض العام للأونروا من دخول غزة. هل هذه الزيارة أيضا تعد تضامن ورفضا للإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضد الأونروا؟ بلا أدنى شك هذا الرجل السيد جوتيرش هو الأمين العام للأمم المتحدة، وهي المنظمة العالمية الأولى المعنية بترسيخ السلام بين الشعوب ومواجهة كل من يخرج على نطاق السلام. وبالتالي كلنا نرى أن النظام الفاشل الذي تقوم عليه منظمة الأمم المتحدة ونظام الحق الفيتو المخصص لخمسة من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن الرجل يدرك أن ممارسة أو أن الوصول أو مساندة الحق الفلسطيني داخل أروقة المنظمة الدولية محفوف ومرهون بموافقة الدول الكبرى. الولايات المتحدة الأمريكية يعني استخدمت حق النقد حق الرفض أكثر من مرة خلال الخمسة شهور أو ستة شهور الماضية لمنع أي محاولة لإيجاد هدنة أو لإنقاذ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وللرد على سؤالك أقول أن الرجل ربما يريد أن يقول أمام الرأي العام العالمي كما أشرت أنت، فأن هناك رسالة إعلامية. نعم، الرجل يريد أن يقول أنني كمسؤول لا أستطيع إلا الكلام، مسؤول أممي كبير، لأن المنظمة ليست مبنية على أسس تحقق العدل والسلام في العالم، ولكن هي تحقق أو هي تنحاز إلى الدول التي تدعم البلطجة وتدعم الإجرام. ومن هنا الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تمارسه سواء في الدعم المباشر بالدعم المباشر للقوات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والدعم السياسي والدعم العسكري، إضافة إلى التغطية الدولية وراء أي محاولة لمحاولة إيجاد أو إصدار قرار من جانب المنظمة الدولية
لوقف العدوان او الزام اسرائيل بوقف العدوان. الولايات المتحده الامريكيه متورطه في هذه الجريمه باكثر من تورط اسرائيل.